السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. لو لسه لأول مرة تشوفوا القناة، يا ريت تدوسيلي على زر الاشتراك وتفعليلي الجرس عشان يوصلك كل اللي بعمله أول بأول. النهاردة يا حبايبي هنعمل كيكة لشرب الشاي، بجد تحفة تحفة، باتنين بيضة بس وكمان من غير مضرب كهربائي. هتعملي أحلى كيكة لولادك. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها قد ايه سهلة وبسيطة. معايا هنا 2 من البيضة، عليهم كوباية من السكر، وكمان كوباية من اللبن الرايب. لو عندك لبن سايل ممكن تضيفي كوباية وعليها معلقة خل، هيتحول معاكي لبن رايب على طول. كمان هستخدم هنا معاكي نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السفن الاب اللي هي يعني الصودا، الدقيق على حسب. ومعايا هنا كيس بيكنج باودر وكمان كيسين من الفانيليا. دلوقتي هبدأ اشيل المكونات بتاعتي على جنب كده، وهجيب الطبق بتاعي بالمضرب السلك. هبدأ دلوقتي اكسر البيضتين وهنزل بيهم كده في الطبق. لو حابة تضربيهم بالمضرب الكهربا زي ما تحب، كمان لو مش متوفر المضرب السلك ممكن يضربوها في الخلاط. هبدأ دلوقتي انزل كده بالسكر والبيضتين زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اقلب بالشكل ده كده. هضربهم كده كويس خالص يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل عليهم بكيسين الفانيليا، وهرجع اضرب السكر والبيض كويس خالص بالشكل ده كده لحد تجليب، لحد ما يبقى معايا بالدرجة الفاتحة دي بالشكل ده. وهو هجلب كده على طول لحد ما لونه يفتح معايا خالص. بعد كده هجيب نص كوباية الزيت وهبدأ انزل كده بالتدريج وهجلب بالشكل ده كده. هضيف كمان حبة وهجلب برضو كويس خالص. لو مش متوفر عندك المضرب السلك زي ما قلت لك اضربهم في الخلاط، واعمليهم بنفس الطريقة دي علشان تاخدي نتيجة كويسة زي ما هتشوفي في نهاية الفيديو. هضيف كده هو الزيت وهجلب كويس خالص. خلاص كده يا حبايبي انا جلبتهم كويس خالص. هبدأ دلوقتي اضيف اللبن الرايب. زي ما قلتلك ممكن تضيفي بدالهم علبتين زبادي، وكمان لو مش متوفر عندك الزبادي ولا اللبن الرايب ممكن تجيبي كوباية لبن دافية وتحط عليها معلقة خل. هترب معاكي عقبال ما تعمل البيض والسكر مع بعض، هتكون رابط معاكي لو مش متوفر عندك اللبن الرايب ولا الزبادي زي ما قلتلك. بعد ما جلبتهم كده كويس خالص هنزل كده بالنص كوباية من الصودا وهجلبهم كويس. بعد كده هضيف معلقة من الخل، وبرضه هستمر في التجليب كويس خالص لحد ما الخليط يمتزج معايا كويس. بعد كده هبدأ اضيف كوباية من الدقيق، عليهم كيس البيكنج باودر، وهنخلهم كده كويس. طبعا لازم تنخليهم كويس علشان الكيكة بتاعتك تكون هشة وعالية معاكي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هضيف كوباية كمان وهبدأ برضو اجلب كده كويس. لما نشوف الخليط بتاعنا هياخد قد ايه دقيق، والدقيق بيختلف من مكان لمكان. اهم حاجة تاخدي بالك من السمك بتاع الكيكة بتاعتنا. سمكها كده خفيف. هضيف نص كوباية من الدقيق، يعني انا استخدمت كوبايتين ونص من الدقيق، وهوريكم السمك بتاعها دلوقتي. هجلبهم من الاول كده كويس خالص. بص السمك بتاعها يا حبايبي اهو بالشكل ده كده.
هجيب الصينيه بتاعتي تيجي وهدهنها كده بالسمنه، حبه تدهنيها بزبده حبه تدهنيها بزيت زي ما تحب خالص. هدهنها كده كويس خالص زي ما انتوا شايفين. هبدأ دلوقتي انزل بالخليط معاكم. هحوش المضرب السلك، انا خلاص كده هستغنى عنه، وهبدأ انزل بالخليط بتاعي كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. خلاص كده يا حبايبي الصينية بتاعتي دلوقتي هدخلها الفرن. لازم يكون الفرن بتاعك سخن قبل ما تعمل الكيكة ب10 دقايق، يعني يا ريت اول ما هتبدأ في الكيكة تسخن الفرن بتاعك كويس خالص، وبلاش تفتح عليها الفرن علشان ما تهبطش منك. يعني هي بالظبط هتاخد معاكي 1/3 ساعة وتستوي معاكي وتبقى كويسة. طبعا هي خلاص كده يا حبايبي انا دخلتها الفرن زي ما انتوا شايفين. خلاص كده يا حبايبي انا طلعتها بعد ما استوت معايا، بصوا هشه قد ايه، بصوا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده هو هي سخنه خالص. هجيب دلوقتي طبق وهجلبها فيه، وهبدا دلوقتي اشيل الصينيه بتاعتي، وهنحوش كمان ورق الزبده. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو لسه جديده في القناه يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان توصلوا كل فيديوهاتي اول باول. يا ريت تشيروا الفيديو بين اصحابكم علشان يستفادوا من خلاص كده يا حبايبي انا حشت ورق الزبده. طبعا زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، واسفنجيه خالص، بصوا هشه خالص خالص. هحط عليها كده معلقتين من مربى الفراوله، ممكن لو متوفره اي نوع مربى عندك تحطي، كمان لو متوفر عندك عسل ابيض ممكن كمان تحطي لها. خلاص كده يا حبايبي انا فردت وشها بالمربى، وهبدأ كده ازوجها في فول مجروش زي ما انتوا شايفين معايا. ممكن انتي لو مش متوفر عندك الفول تزوجيها بجوز الهند او بالفستق او بالبندق زي ما تحبي، او بعين الجمل. تزيين الكيكة ده ويرجع لك انتي وزي ما تحبي. لو حابة كمان تستكفي بالمربى هتكون حلوة، مش هتقول لك لا ولا حاجة. هنبدأ دلوقتي نجيب السكينة بتاعتنا ونقطعها معاكم بالشكل ده، ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا يا حبايبي شكلها عامل ازاي، بجد تحفة تحفة، وكمان هشة من جوه. وبصوا سمكها عالي معايا ازاي رغم ان هي بيضتين بس، وكمان بيضة من جوه زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفادوا منه. يا ريت لو لسه لاول مره تشوفوا القناه ما تنسيش تعملي لي لايك، اللايك يا حبايبي بيرفع الفيديو. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشيريه بين اصحابك علشان يستفادوا من الوصفة. واتمنى ليكم مشاهدة طيبة ممتعة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.